عام دراسي انقضى وأصبحت المدارس خالية من أي مشاريع تناسب الإجازة السنوية للطلبة، كما صاروا عرضة لشبح الفراغ. فالتهديد بالضياع خلال فترة العطلة الصيفية أقل ما يمكن أن يطلق عن هذه الفترة. مهددون بالضياع وسط غياب تام لأي خطط أو برامج صيفية تستهدفهم كما كانت في السابق. فالمراكز الصيفية التي كانت تتميز بها على مدى أعوام عديدة مثلت ملاذا آمنا للطلبة، احتضنتهم وحاولت جاهدة الحفاظ على أوقاتهم وتنمية مواهبهم وفق الممكن والمتاح. سيطر الحوثيون على كل شيء في محافظة الحديدة غرب البلاد، ومنعوا على إثر ذلك إقامة المراكز الصيفية، فصار الشارع قدرا اضطراريا لهذه الشريحة يمارسون فيه نشاطاتهم الرياضية. لكن شبح الضياع ما يزال يتهددهم في ظل الأوضاع التي تعيشها ليست الحديدة وإنما البلد عموماً.